خلينا نبلش. احنا اخر محاضره حكينا عن بشكل موجز عن الكلاسز وعن الاوبجكتس، فالمواضيع الرئيسيه اللي غطيناها احنا اخر محاضره تعرفنا على الكلاسز كلاسز وكيف نعمل منهم اوبجكتس، وايش تعرفنا كمان تعرفنا على البرايفت فاريبلز اللي داخل الكلاس. ايش حكينا فائده البرايفت فاريبلز داخل الكلاس؟ انه انا بدي اعمل بنسميها هذه داتا هايدنج او داتا هيدنج، انه انا بدي اخفي البيانات. طيب عمليه اخفاء البيانات هاي شو الهدف منها؟ انه انا ما بدي اي واحد يوصل يغير في القيم البيانات اللي عندي. ممكن اضيف تعديل عن طريق ايش؟ حكينا عنها الستر اند جيتر، انه والله انا بدي احط ميثودز بتسمح يغير الفاريبلز لكن بشروط، انا بدي احط شروط انه هو يغير الفاريبلز، وبدي احط له ميثود اسمه جيتر عشان ايش؟ يوصل الفاريبل. طالما انا عامل الفاريبل فوق برايفت فهو ما بقدر يوصل له، بدي اعمل له ميثود انه بابليك ميثود بامكانه يوصل للميثود هاي. طب هذول هاي العمليه هاي اللي شفتوها بسميها ايش؟ نسميها انكابسوليشن. هاي واحده من اهم دكتور بدي اسالك. نعم. شكله تاجل الامتحان اللي كان يوم الجمعه من الساعه 2 للأربعة. تاجل وراح ينعلن عن موعد ثاني. تمام. طيب المفهوم هذا عندي الانكابسوليشن، لما تيجي تحكوا انتم عاده عن اللغات برمجه في عندي مجموعه من المفاهيم الرئيسيه زي ايش؟ زي الانكابسوليشن، وفي عندي البوليمورفيزم، وفي عندي الانهيرتنس، وفي عندي الابستراكشن. هدول كلهم انا ولا واحد فيهم سمعتوه من قبل، صح؟ يعني احنا ما اخذنا عن اي شيء مثلا حتى في السي ما اخذنا عن واحده من المفاهيم. هذه المفاهيم كلها تتعلق بالاوبجكت اورينتد بروجرامينج، فبتركزوا لي على المفاهيم هذول كلهم لما نخلص الكورس لازم تكونوا فاهمين وعارفين كل واحده من المفاهيم هاي. اول مفهوم مرينا عليه اللي هو الانكابسوليشن. انكابسوليشن ايش؟ انه انا بدي اغطي او احفظ متغيرات داخل الكلاس، وهذه لما شرحناها انه انا بدي اعرف متغيرات برايفت، وبدي اعمل ستر وجيتر انه اسمح لليوزر يوصل ويعدل من خلال الستر لكن بشروط معينه. هاي العمليه اللي اخذناها اسمها ايش؟ انكابسوليشن، انه انا بخفي وبحمي بعض المتغيرات اللي انا بدي اياها داخل الكلاس وبسمح بالتغيير بشروط معينه. هذه اول مفهوم من المفاهيم المهمه عندنا اللي هي الانكابسوليشن. طبعا في شغله ثانيه اللي هي الستر اند جيتر، لها مفهوم يعني مصطلح علمي ثاني اللي هم ميوتيتور واكسسور. هما نفسهم، الميوتيتور هي يعني هي نفسها لكن مصطلح ثاني اللي هي نفسها الستر، والاكسسور انه انا كيف بدي اعمل اكسس لفاريبل برضه بنسميها الاكسسور او الجيتر. هاي المفاهيم لما نيجي نحكي لك شو يعني الميوتيتور، انه يعني متغيرات قابله للتعديل انه انا مستخدم فيها الست غير لي هذه الكلاس، والاكسسور اللي هي نفسها الجيتر انه انا بستخدم ميثود اسمه جيت حتى اوصل لفاريبل هو معروف برايفت. فهي يعني بشكل عام اللي تعرفنا عليه في اخر محاضره. طيب المحاضره هاي بدنا نتعرف على مفهومين جداد، اللي هو اول مفهوم عندنا الكونستراكتور. ايش هو الكونستراكتور؟ بعدين راح نحكي عن الستاتيك فاريبل اند ستاتيك ميثود. ايش هم وكيف استخداماتهم؟ طيب الكونستراكتور لما نيجي نحكي انا عندي كونستراكتور، او يعني ايش هو الكونستراكتور داخل الجافا؟ عندك الكونستراكتورز كلاس كان هاف سبيشال ميثودز كول كونستراكتور.
فبالتالي انا عندي الكونستراكتور هي ميثود خاصه. ايش يعني ميثود خاصه؟ بتشبه الميثود اللي اخذناها قبل لكن لها شروط معينه. طيب ايش وظيفتها؟ وظيفه الكونستراكتور هاي هي زي هويه للكلاس. انا عندي عرفت الكلاس زي بدي اعمل هويه او بطاقه انه اذا انت بدك تعمل اوبجكت من هذا الكلاس في بيانات معينه لازم تدخلها. يعني مثلا على كلاس الريكتانجل اللي اخذناها مثلا انا بدي اجبر اليوزر لما ينشئ الاوبجكت يدخل بيانات اللينكث والويدث مثلا. تمام؟ انا بدي شيء يعمل لهم ست او يعني يفطن ويتذكر او ما تذكرش انه يغير القيمه، لا انا بدي من حد ما ينشئ الكلاس يدخل المتغيرات، واذا ما دخلها ما راح يقدر يعمل اوبجكت من الكلاس. فاجي بكتب بابليك الميثود هذا. ليش حكينا عنه سبيشال ميثود كونستراكتور؟ لانها بتاخذ اولا انها بتاخذ اسم الكلاس، شايفين نفس اسم الكلاس. وانا حسين وهي بنزل هنا هيك عملت الكونستراكتور. فهي دائما بدها تكون بابليك، اسمها نفس اسم الكلاس، ما في عندي void او integer او غيره، وما بترجع اي قيم. واضح؟ فهي ما بتعمل return ولا هي void. عشان هيك اسمها special method. فانا هاي عندي public الريكتانجل. هنا شو فايتها؟ بدي اعرف فيها المدخلات اللي بدي اليوزر يدخلها لما يعرف الكلاس. يعني مثلا عندي length وال width، فبدي اجي اكتب double length وفاصله double width. وهنا باجي بحكي ايش؟ باجي اكتب له طبعا this length تساوي length و this dot width تساوي ال width. تمام؟ دكتور بعرف اني غبيه بس رحت هلا على الاي تي سي اشوف الاسامي بتاعي كيف صار. استنى شوي راح اعمل ميوت اول. تمام؟ ما حدش يقاطعني في اسئله خارجيه وانا بشرح. واضح؟ خلص المحاضره تيجي بتسالي اسئله خارجيه، هاي المره الثانيه بتقاطعين وانا بتقاطعيني في مواضيع ثانيه وانا بشرح في المحاضره. فخليكم معي ما حدش يقاطع. طيب طيب هسه انا عندي هاي البابليك اللينث والويث عرفتهم. طيب شو اللي صار عندي هنا؟ انا هذا اسم الكونستراكتور. شو صار عندي؟ يعني لو بدي ارجع هسه على المين، هذا محل ما انا عرفت، طلعوا اعطاني ايرور. شو الايرور اعطاني؟ يا ذا كونستراكتور ريكتانجل از انديفايند. فاعطيني انه انت مش معرف لسه الكونستراكتور او مش باعث قيم الكونستراكتور. طيب هنا طلع بطل اقدر اعمل الاوبجكت. شو معنى شو يعني لازم؟ لازم يمرر المتغيرات اللي مطلوبه في الكونستراكتور. شو مطلوب عندي في الكونستراكتور؟ لينك وذ. فاجي بكتب له مثلا 12 و10 طلعوا راح الايرور. هيك سمح اني انا انشئ اوبجكت. فبالتالي انا هنا حددت انه ما ينشئ لي اوبجكت الا يدخل لي الطول والعرض. وهنا الكلاس الثاني شايفين الاوبجكت الثاني نفس الشيء. اعطاني ايرور لازم امرر 19.20 هسه راح الايرور. فنهاية الكونستراكتور بدي بستخدمها ليش؟ انه احيانا انا عندي فاريبلز كثيره. يعني ممكن يجي عندي كلاس غير الكريتانجل، عندي مجموعه كبيره من المتغيرات وبدي مجموعه منها. يعني مثلا الستودنت، اذا عملت كلاس ستودنت في الستودنت الكورس مثلا ستودنت كورس ستودنت نيم ستودنت اي دي فون ايميل والله سيتي ايج، هذه كلها متغيرات تكون للستودنت. انا بدي احدد مجموعه ما ينفع يعمل اوبجكت الا يكون داخلها، اللي مثلا ستودنت نيم ستودنت اي دي. انت ما تعمل اوبجكت للطالب مثلا علي الا تدخل لي اسمه ورقمه الجامعي. فانا بهاي الكونستراكتور بجبر انه ما ينشا اوبجكت الا في بيانات معينه يدخل لي اياها. هاي بنسميها الكونستراكتور. واضح مفهوم الكونستراكتور هيك؟ دكتور معلش تعيد كمان مره يعني بتلخيص. طيب الكونستراكتور حكيت انا هي زي هويه او زي هي ميثود خاص بعرفه انا داخل الكلاس. هي هذا هو الكونستراكتور. شكله نفس شكل الميثود باستثناء انه بده يحمل نفس اسم الكلاس. هي اول شغله بده يحمل نفس اسم الكلاس، ما برجع اي قيمه
وما له أي تايب، يعني ما بحط له لا انتجر ولا void ولا غيره، فهو فقط public اسم لكلاس. شو الفائدة منه؟ الفائدة منه إنه أنا لما أنشئ كلاس بدي أجبر اليوزر يدخل لي variables معينة موجودة عندي. يعني هنا عندي length وعندي width، لما أجي أعمل constructor وأحط هاي المتغيرات تمام، صار اليوزر لما يجي ينشئ object وفعليا راح يعمل access وين؟ يعني أنت أي object بدك تعمله من هذا الكلاس راح لازم توصل لوين؟ لهاي. هذه واجهة الكلاس، يعني بدي أعمل كلاس ريكتانجل لازم بيجيبني هنا وبستنى مني إيش؟ إني أمرر هذه البراميترز زي الميثود العادي، ما برضى يعمل الأوبجكت إلا أمرر هذا الميثود. فهنا لما جيت أنا على المين وعملت أوبجكت، هاي الأوبجكت موجود عندي ريكتانجل 1، ريكتانجل 1 تساوي نيو ريكتانجل، اعطاني مشكله وقف بقول لي انت في شغلات ناقصه، انه في عندك الكونستراكتور مش باعث متغيراته. فانا عندي تو باراميترز في الكونستراكتور اللي هم الطول والعرض، فباجي بدخل القيم هنا بنشئ الكلاس او بنشئ الاوبجكت. انشئ اوبجكت له الويدث واللينث جاهزين، هاي اللينث وهاي الويدث. فبالتالي انا لو جيت هنا لغيت عملية الست اللي هنا راح يشتغل، فعليا راح يشتغل. هاي أول ملترن فيعطاني 200 اللي هي 20 ضرب 10، شايفين؟ مع إني لغيت الست length وست width، أخذ شو القيم اللي أخذ القيم هاي اللي هنا اللي هي 20 و10، اللي هما أنا أول ما عملت الأوبجكت حددت له إيش هاي القيم. فبالتالي لو ما رجعت اكدت على الويث واللينث والويث احجامهم فهو خلاص اوريدي انشاهم واخذ القيم اللي موجوده عندي فوق. واضح هيك لحد الان؟ كل شيء تمام جميع؟ نعم. هذا كان بده يسال؟ طيب دكتور بعث لنا هاي البرامج اللي بتكتبها انت في المحاضره. ايش الكود؟ الكود بعث لنا اياه. الكود لا مش راح ابعثه لانه بدي اياكم انتم تكتبوه من جديد، يعني الكود بينعرض في المحاضره والمحاضره بترفع، فبالتالي لما تحضر الفيديو الكود كامل موجود عندكم، بتدخل نفس الكود تكتبه انت عندك او تكتبيه عندك يعني بتتدربوا على كتابة الكود. فالأفضل إنه لا يعني موجود عندكم بالفيديو احضروه، وقف الفيديو اكتب لي نفس الكود ما عندي مشكلة، لكن لازم أنت أو أنت تكون عندكم براكتس إنه تكتب الكود. طيب في عندي إشي ثاني، هيك واضح كونستراكتور؟ يعني حكينا إحنا هذا الكونستراكتور، الكلاس هاف سبيشال ميثود كولد كونستراكتورز. A constructor is a method that automatically called when object is created. Constructors are used to perform operations at the time of the object created. يعني لما أنشئ الأوبجكت في عندي لازم أدخل الباراميترز وممكن أحط بعض الشروط إذا بدي. Constructor typically initialize instance fields and perform other object initialization tasks. فأنا عندي هان لو طيب لو ما يعني قبل ما أنشئ هذا الكونستراكتور إيش كان عندي في الكلاس؟ هل اشتغل بدون كونستراكتور؟ لا اشتغل، لما عملت كومبايل عمل ديفولت كونستراكتور. واضح؟ إذا أنا شلت الكونستراكتور فهو راح لما أجي أعمل كومبايل راح ينشئ كونستراكتور حيكون ما في باراميترز وما بيعمل أي شيء، كونستراكتور فاضي، لكن لازم ينشئه باي ديفولت. فأنا دائما إذا ما في عندي كتبت كونستراكتور بيدي فهو راح ينتشأ باي ديفولت وتكون بدون arguments وما بغير أي قيم. فهاي أنا عندي ال constructor. طبعاً عندي constructor have few special properties than the method. عندي أول شيء the same name as the class، هاي أول شرط في constructor. بعدين ما فيش فيه return. constructor may not return any values. ما فيش فيه type عفواً.
وما برجع اي شيء constructors are typically public، لا تكون معرفها public. طيب حد عنده استفسار لهنا؟ طيب في عندي ال overloading، ايش مفهوم ايش ال overloading اللي اخذناه مثل قبل؟ انه نعطي الفانكشن اكثر من داتا تايب، نعيد كتابه الفانكشن اكثر من مره، سواء اليوزر دخله مثلا بالضبط اكرر اني اكرر الفانكشن لكن بداتا تايب مختلفه، باراميترز مختلفه. الكونستراكتور برضه في عندي كونستراكتور اوفرلودنج. كيف يعني كونستراكتور اوفرلودنج؟ انا ابدا جهان نفس الكونستراكتور يكون عندي اكثر من كونستراكتور، المره هاي طلع انا اعطاني ايرور بحكي لي ايش؟ دوبليكيت ميثود، انه انت قاعد بتكرر نفس الميثود. طيب انا ماشي انا بديش اياه نفسه، انا بدي اغير، انا بدي الميثود هذا مثلا بديش يدخل قيم مبدئيه، وانا بدي احط ديفولت فاليوز مثلا. تمام، انا بدي مو بدي اسمح انه يعمل اوبجكت مع قيم، وبدي اسمح يعمل اوبجكت دون قيم. وفي الحاله مثلا بدها تكون القيم شو اسمه فاضيه، وممكن اشيلها واكتب له انه خلص من دون اي قيم. بس بهاي هاي الحاله هاي صار عندي تو كونستراكتور، الاول دخلت له باراميترز، الثاني من دون باراميتر. طب ليش؟ لانه ممكن انا اجي اعرف مستطيل ثاني والله لسه ما عنديش بياناته، يعني انا لسه بدي اقرا من فايل او بدي اطلب من اليوزر بعدين يدخل لي اللينكس والبث، وانا بدي انشئ هذا الاوبجكت في البدايه. فممكن احط كونستراكتور ثاني ويكون فاضي ويسمح لي اني انشئ اوبجكت من دون ما ادخل فيه البيانات، وحياخذ بيانات مثلا عشوائيه او بيانات ديفولت انا حاططها زي هيك، وبعدين اذا انا حبيت اغير قيم بحط السيت والجيت او السيت لحالي، انا بستخدم السيت. فهنا طلع قبل اثنين، قبل اني اعمل اوبجكت مع متغيرات، وقبل اني اعمل اوبجكت من دون ما احط متغيرات. طبعا الاوبجكت الاول وصل لوين؟ الاوبجكت الاول اخذ الكونستراكتور هذا، طالما انا بعثت متغيرين اخذ الكونستراكتور هذا، والاوبجكت الثاني طالما فاضي فاخذ ايش؟ الكونستراكتور هذا. فانا هنا عندي صار اوفرلودنج للكونستراكتور، لكن نفس الشروط اللي قبل لازم يكون عندي باراميترز مختلفة. دكتور ليش عرفت ال length والwidth private فوق؟ شرحنا المحاضرة اللي راحت. حكيت لأنه كلاس. إيه؟ هذه سميتها عملية encapsulation، إنه أنا بدي أحمل بيانات من أي واحد يدخل length وwidth بدون شروط. تمام؟ ما بدي واحد خلص يجي على الكلاس ويدخل لينكث ويحط القيمه اللي بده اياها. انا بسمح اما عن طريق سيت ميثود وبحط شرطي اذا بدي، او من هنا من ال بعمل كونستراكتور بخليه يدخل البيانات، وممكن احط شروطها، ممكن اجي اكتب له والله اف لينكث اكبر من صفر. تمام، set length ممكن اجي احط هنا في الكونستراكتور، حط لي الشرط اللي بدي اياه اذا كانت اكبر من صفر، اعمل لي غير لي قيمه اللينث، والا اطبع لي مثلا رساله، اطبع لي رساله انه والله مثلا length should or should be greater than zero. واضح؟ أنا ممكن في ال ليش أنا أعطاني غلط؟ ممكن في ال constructor أجي أستخدم زي هيك، إنه أحكي له لا أنا كمان في عندي شروط، والله إذا دخل متغيرات مش زي ما بدي باجي بحط له رسالة بس بحكي له إنه أنا ما غيرتش قيمة اللينكث. ليش؟ لأنه أنت مدخل متغير خطأ، فأرجع مثلا دخل يعني بشكل صحيح. واضح هيك لحد الان مفهوم الكونستراكتور؟
حد عنده أي سؤال أي استفسار؟ طيب فإذا الكونستراكتور حكيت أنا إذا ما كتبته بشكل بداية بشكل مبدئي فهو راح يروح ديفولت الكومبايلر راح يعمل لي كونستراكتور فاضي بدون ما يغير أي قيم ويكمل. إذا أنا أنشأته ممكن أنشئه عشان إيش؟ بدي أجبر اليوزر دخل لي بيانات معينة إنه مثلاً زي ما حكيت لكم class student ما بنفع أسمح له يعمل object بدون ما يدخل لي على الأقل الاسم ورقم الجامعة للطالب. باقي المتغيرات ماشي دخل لي عن طريق set وغيره. فأنا هنا بستخدم الكونستراكتور حتى أجبر اليوزر إنه يدخل لي قيم معينة. طب ممكن يجي عندي حالي إنه أنا والله بدي أنشئ class من دون القيم المبدئية يعني نفس class بدي مرات إني أنا عندي البيانات بدي أمررها وريح راسي، وأحيانًا ما عنديش البيانات بدي يا يصبر علي، فباجي بعمل overloading وبحطه من دون arguments يا بخليه فاضي أو بحط parameters مبدئية من عندي. طيب خلينا نأخذ مثال ثاني، خلينا نحكي مثلًا لو أنا بدي أعمل حساب لبنك account، تمام؟ بنك account بدي class bank account. طيب إيش البيانات اللي عادة بتكون عندي؟ بدي يكون عندي account ID اللي هو أو account number، وبدي يكون عندي الرصيد كديش في رصيد في الحساب، وبدي يكون عندي الكاستمر نيم والكاستمر إيميل، بدي يكون عندي كمان الكاستمر مثلاً فون. أنا هذه إذا بدي أعمل مثلاً والله class لحسابات البنك، كل مستخدم داخل البنك أو كل زبون في البنك بده يكون عنده أكيد رقم حساب. إيش؟ باسورد الحساب نسيت. باسورد الحساب. طيب ماشي مش مشكلة. فأنا مو عندي ممكن أضيف على البيانات هاي. فأنا بده يكون عندي يعني المعلومات الرئيسية اللي هي بنك أكاونت ال أكاونت آي دي اللي رقم حساب وال الرصيد وبعدين اسمه إيميل ورقم جوال. بس الباسورد تبع الاكونت هذا شيء ثاني. انا مش قاعد بعمل اكونت لموقع، انا بعمل له حساب عندي في البنك وبدي ادخل البيانات الرئيسيه هاي. طيب مثلا خلينا نعمل كلاس زي هيك، بدي اجي هنا بدي اروح على نيو كلاس وبدي اكتب هنا اكونت، خلص بديش المين وكتبت الأكاونت. طب خليني هاي جابني هاي. طيب بداية بدي أعرف المتغيرات اللي بدي إياها. Private الأكاونت نمبر، هاي نمبر سكرت، وهنا Private إيش الانتجر مثلا. Private البالانس بدي أضبل الرصيد لأنه ممكن يكون في كسور شيء أكيد الرصيد. name string كيف؟ in private string name private string name ال name مثلاً أكيد بده يكون string أو بدي أسميه customer name، وهنا كمان عندي private customer email برضو string وآخر شيء private بدي أجي أكتب له string customer phone number. تمام مش هي عرفت بيزبطش integer إيش بيزبطش ممكن integer. لا ممكن يكون integer ممكن يكون string صح. طيب هاي للcustomer phone number. طيب هسه أنا مبدئيا يعني قبل الكونستراكتور ايش بعمل؟ بدل ما عرفته من برايفت يعني عملت انكابسوليشن، معناها بدي استخدم ايش بستخدم حتى اغير اذا بدي اغير في الارقام هاي؟ ستر وجيتر. اجي بكتبهم او في عندي انا بستخدم اذا يعني عندي متغيرات كثيره باجي على السورس عندي في الكليبس وعندي جنريت جيتر اند ستر، وهنا ورجاني والله شو المتغيرات اللي بدك تغيرهم، عرض لي اياهم. ك
كان يشيل المتغيرات اللي بدك تعمل منهم سيتر وجيت سيكت وجيت. فانا بديهم كلهم بعمل سيلكت اول بدي للبالانس والكستم ايميل والكستمر نيم والفون والنمبر. طيب تمام دكتور وين رحت بس عشان تجيب الليست هاي سورس جنريت سيتر اند جيتر اند سيتر طلعوا اي طلع لي اياهم جاهزين بس بدي اعطي سبيس انا هان بدي انزل طلعوا جيت نمبر ريتيرن نمبر بعديها ست نمبر بده ياخذ باراميتر خلص هو لحاله بفهم انه الست بتكون بالطريقه هاي. طبعا انتم ما تستخدموا الطريقه هاي الجنريت الا تتعودوا يعني بدي اياكم مره مرتين ثلاثه تكتبوهم بايديكم وتعرف كيف الستار كيف شروطه انه واحد فويد والثاني ريتيرن بده يكون انتجر بده يرجع ريتيرن حسب النوع المتغير بعدين تستخدمه جاهز. يعني ما بديكم من اول تروحوا تعرفوا المتغيرات وتطلعوا الستار والجيتار جاهزين. فهي طلع لنا كل المتغيرات الجيتار بده يكون انتجر ويرجع النمبر الست بده فويد وحيعمل ذس نمبر يساوي نمبر وباقي البيانات كلها نفس الشيء. هي طلع لي اياهم جاهزين ودخل لي المتغيرات. طيب كويس خليني اروح هسه على المين اعمل اوبجكت من هذا الكلاس. خليني اطلع هذول خلاص ما عاد بدي اياهم يعطيكم العافيه وبدي انزلهم تحت. وهنا بدي اجي اكتب الكلاس اللي اسمه account بدي اسميه مثلا account 1 يساوي new account وهيك خلص. وهنا عندي مثلا والله هي account 1 dot set مثلا set balance set customer ان هي set balance مثلا وهي البالانس بدي فيه 1200 شيكل تمام account 1 dot set الاكاونت نمبر فبدي اجي اكتب له 1120 مثلا زي هيك بدي اجي اكاونت 1 دوت سيت كاستمر ايميل بدي اجي اكتب الايميل جيميل دوت كوم نعم على فرضا حط واحد حط جيت شايف وما عمل له سيت مسبقا يعني لازم نحط في الجيت اف عشان نعرف اذا تم انه اضاف له قيمه ولا لا. طيب شوي بس خليني اخلص هذول. عندي هنا ست ست مثلا نيم اسمه علي غلط دكتور الدبل كوتيشنز فوق وتحت عند الكاستمر نيم والايميل وهنا كمان صح. طيب تمام وهنا بدي اجي احكي له والله الاكونت 1.set ايش طلع عندي فون نمبر. الفون نمبر انا ايش عرفته string ولا انتجر؟ انتجر. طيب اذا string بدي احطه داخل كوتيشن. طيب تمام ما اخذوش ليش is out of range انتجر ما بياخذ الرقم كبير. طيب طيب هي هيك انا تمام عرفت. بس ملاحظين في شغله مزعجه. ايش هي الشغله المزعجه؟ انه انا اطلع مثلا اضطريت اكتب كلها عشان ادخل القيم والمتغيرات اللي بدي اياها. طب انا باجي بريح راسي باجي على الاكونت بحمل له كونستراكتور هي اسم الاكونت اعمل بابليك بدي اجي اعمل كوبي للاكونت هنا وهنا بدي اجي ادخل المتغيرات. يعني هنا عندي مثلا انتجر نمبر بدي اياها بدي اياها ارجيومنتس. دكتور ملاحظه صغيره. ايوه الفون نمبر لازم يكون سترينج لانه اذا حطيته انتجر وكان الرقم مثلا 059 الصفر هاد بروح. ممتاز ممتاز صح. وغير هيك انه اذا كان طويل ممكن الانتجر ما ياخذوش. ممتاز صح. يعني هنا افضل عشان اخلي كودي منطقه اكثر بدي اغيرها ل سترينج. طيب عندي هنا الدبل بالانس هي هيك الدبل بالانس وهنا عندي السترينج كاستمر نيم. بس لحظه مين اللي سالني قبل شوي السؤال السيت والجيت؟ انا. ايش سالت؟ سالت انه اذا كان اذا حطينا جيت
قبل ما نحط ست. طيب ايش بصير في هاي الحالة؟ ما أضفنا قيمة، فلازم نحط اف انه اذا اضاف او لا. اذا طيب اضاف مسبقاً طب واذا واذا ما اضاف ايش احكي له؟ رجع نتيجة. اذا ما رجعش انه يطبع انه ما فيش قيمة لحد الان. ممكن ممتاز، ممكن خيار اوبشن عشان اخلي الكود تبعي اجمل او يعني متفاعلي اكثر. في عندي شغلة ثانية انه اذا ما دخل قيمة طب شو اللي راح يعرض لي اياه؟ نل. اللي لا راح يعمل لي انيشال اصفار، اذا ريفرنس راح يعمل لي نل، اذا ترو فولس راح يرجع يعطيني فولس، اذا اقام راح يعطيني القيمه الافتراضيه صفر. فانا الاوبجكت لما يتم انشاؤه راح يعطي قيم، تمام، الانتجر هنا هذول راح يعطيني عليهم اصفار والباقي يعطيني عليهم نل، فهو راح يعطي قيم مش راح يخليه فاضي، راح يعطي قيم مبدئيه او قيم افتراضيه للمتغيرات اللي عندي. طيب عندي كاستمر نيم، ضل عندي هنا كاستمر ايميل، يعني اذا بديش اياهم كلهم على الاقل، مثلا على الاقل في عندي شغلات مهمه اللي هي رقم الحساب والبالانس واسم الزبون. فبدي اجي هنا اكتب هسه this number والله يساوي number، وهنا this dot balance يساوي بالانس اللي دخل لي اياه هنا، وهنا عندي this customer name، customer name يساوي customer name. دكتور هاي الميثود مستعمل هذا بدنا ندخلهم مره واحده؟ اذا بدي ادخلهم عند انشاء اوبجكت. شايفين هاي عملت هاي الكونستراكتور وطلبت منه انه لما يعمل لي اوبجكت دخل لي المعلومات هاي. طب بدي اروح على المين، هاي هذا المين اعطاني ايرور هسه بحكي لي انه في عندك undefined في متغيرات 3 quick fixes variable، في عندك متغيرات لازم تدخلها. فباجي انا هنا الفون نمبر لازم يتحول لسترينج، هلا غير الفون نمبر ماشي بغيره، هذا هسه بغيره، بس انا قبل ما اوصل الفون نمبر. طيب تمام، هي عندي الاكونت، هان في عندي هسه لازم ثلاث مدخلات ادخلها اللي هي ايش؟ اللي هيها وبالترتيب الرقم والرصيد والاسم الزبون. فبدي اجي انا هنا بدي احط الرقم الحساب مثلا، وبعدين الرصيد 1200 شيكل واسم الزبون علي، هيك تمام. وهنا اختصرت انه انا بديش البالانس والنمبر بديش اياهم، والنيم بديش اياه، خلاص انا هنا خففت على حالي. وكمان اجبرت اليوزر انه لما بدك تنشئ اوبجكت لازم تدخل البيانات هاي اللي هي رقم الحساب والبالانس المصاري واسم الزبون، تمام. واختصرت انه بدل ما بضل اعملهم ست بشكل مبدئي، انا بعملهم عند انشاء الكلاس. طيب اذا بدي طبعا ممكن اكملهم كلهم، يعني ممكن اخلي الايميل ورقم الجوال نفس الشيء، وممكن اخليهم اوبشنال زي هيك، يعني زي ما بدي. طيب جيت انا هاي الاكونت هيك، هاي عملت انا كونستراكتور لهذا الاكونت. طيب يعني ممكن اعمل عمليات حسابيه، ايش عمليات حسابيه؟ يعني عندي حساب بنك اكيد بده يكون فيه ديبوزيت ايداع، بدي اكتب له بابليك الايداع، ايداع مصاري ما فيش فيها ريتيرن، فويد ديبوزيت، وهنا بده ديبوزيت اماونت، والله انه قديش قيمه المصاري بدك تودعهن. شو اللي بدي اعمله هنا؟ بدي اجي اكتب this balance انه الرصيد زائد يساوي ايش؟ deposit amount، بس انه والله اذا اودع لي مصاري، المصاري هاي بدي اخذها واضيفها على على الرصيد الموجود. في عندي ميثود ثاني او عمليه ممكن اعملها public void withdraw اللي هي عملية سحب المصاري withdrawal، وهنا عندي طبعا هو double، هو الأفضل double مش انتجر. طيب double، وهنا بدي أكتب withdrawal amount، عشان أكتبه صح، هاي withdrawal amount هان انه بده يسحب مصاري. هسه هنا عند عمليه سحب المصاري والله ممكن انا اتحقق، بدي اكتب له
اف هاي المبلغ اللي بده يسحبه قبل ما اخليه يسحب مصاري. عندي والله اف الويدرول اماونت اذا this dot balance ناقص الويدرول اماونت اكبر او يساوي صفر، انه اذا الرصيد اللي بده يسحبه اكبر من الرصيد الموجود يعطيني ايش؟ والله مثلا system out fail the no sufficient balance مثلا او no enough amount او شيء زي هيك. تمام خلص انا بكتب له انه انا ما في عندي عفوا صح اقل من او يساوي صح. طيب وهنا else والله مثلا البروسيس succeed اذا كان المبلغ كافي بدي اكتب له this dot balance ناقص يساوي الwithdrawal amount وهنا بكتب له system out succeed the remaining balance is إن والله رصيد المتبقي بدي أرجع أعرض له إياه this dot balance. طبعا أنا عرضت له بعد ما خصمت منه المبلغ اللي سحبه. تمام هي هيك عملت عملية الويدرول وأنا عملت عملية الديبوزيت. خلاص أنا هيك عملت كلاس مع المثل تبعيات وجاهزين مع الأبستراكت الكلاس. أنا في عندي معطيني إيش؟ أنا معطيني method set customer phone number in the type of account is not applicable for the argument string. ليش أنا مش غيرته؟ set customer phone number عندي هنا customer phone number وهنا المفروض انه يشتغل. دكتور انت ما قلت لا يطبع. دكتور بجوز الستر شو اسمه حاطه انتجر بدل string. صح ممتاز ما غيرتش الستر. set phone number هنا شايفين هذه بتكون string. تمام لا لا customer phone number نعم customer phone number نفس الشيء اللي لقيت هاي عندي بدها تكون string. طيب هيك يفترض انه ما عنديش مشاكل بس انا معطاني اشكال ايش extract unit is ايش الاشكال اللي صار عندي هان. طيب هنا ممكن اجي اعمل مثلا والله account 1 dot withdrawal اعمل withdraw بدي اسحب مثلا عندي 1200 شيكل بدي اسحب 2000. طيب بدي اعمل run أعطاني فيها no sufficient balance. طيب بدي أجي معناها بخلص بدي أعمل هسا deposit account 1 dot deposit عندي كمان 1000 أنا حطيت رسالة في الديبوزيت مش متأكد هسا بتأكد مش حاطنا رسالة في بل حطيت رسالة في الديبوزيت ما رجع لي إشي. طيب على الاكونت الديبوزيت لا انا مش حاط رساله في الديبوزيت بدي اكتب له هنا سيس اوت ان والله يور بالانس او يور اما يور اما يور ماي از ديبوزيتد ذا افيلبل بالانس إنه الرصيد المتوفر
يعني أوضح له أحكي له أن رصيدك المتوفر حاليا إيش، وهنا in this balance. طيب يرجع هان وعمل run. Your money is deposited بس كاتبها غلط، ده السبلينج غلط. ده available balance is 2200. هان لو جيت بعديها كمان مرة عمل deposit أو عمل withdraw سحب راح يشتغل معاه. ليش؟ لأنه صار فيه بس succeed the remaining balance is 200، بقى في 2200 سحب 2000 ضل 200. فهي هي مثال عملي أكثر على كيف اشتغلنا على كل المفاهيم اللي أخذناها. أي سؤال؟ دكتور طيب لو مثلا بالكونستراكتور بديش أحط أرقام ثابتة، بدي أنا أدخل، كيف بسويها؟ يعني بدل 3344 1200 وعلي بدي أنا أدخل يعني ممكن تيجي تعمل ست لهم كمان مرة، مش في يعني بديش هيك ثابتات قصد جوات الكونستراكتور، بدي إياهن جوا الملف اللي هو ريكتانجل ولا هذا الأكاونت قصدي، يكون انجهزات فيه يعني انه يقرا من اليوزر مباشره بدل ما انا ادخل هيك ثوابت، ولا لازم انه تقبل من اليوزر؟ من اليوزر بدل يعني زي ما انت مسوي بدك تعمل له انبوت في هذه الحاله ان والله يعني اذا بدل ال 3342 اللي هو سيستم او سكانر ولا بدون؟ لا مش هان هنا هسه مهم انت تخبش هسه هنا اذا بدك تقراهم لليوزر قبل ما تعمل اوبجكت ممكن نتعرف متغيرات الاسم والاماونت والاي دي وتخلي اليوزر يدخلهم وبعدين تبعثهم باراميتر هان. اوكي اوكي يعني ممكن تيجي تحكي هنا مثلا والله انتجر اي دي واقراها من اليوزر، وهنا عندي دبل اماونت مثلا كمان تقراها من اليوزر، وهنا بتيجي عندي string name تقراها من اليوزر. فهنا ايش بدك تيجي تعمل؟ والله هاي مثلا اي دي، وهاي بدي امرر عليها الاماونت، وهذه اخر شيء بدي امرر النيم. واضح؟ تمام خلص اسلم. طب بس طبعا انا ايش انا لسه مش عاملهم انيشلايز، ما اعطيني عليهم. دكتور بزبط شيء بالكلاس نفسه اللي قبل؟ ايش بالكلاس نفسه؟ اخلي اليوزر يدخلهم. ممكن عند الميثود الستر لما نيجي والله استدعي ميثود الست هناك بدل ما اجي احكي له والله اعمل لي سكانر واطلب من اليوزر يدخل قيمتي المصاري، لما اجي استدعي باقي الميثود ممكن. هذه الامور هاي كلكم هاي الكود مكتوب عندكم، انتم جربوا واعملوا واي شيء بيجي على بالك اكتب الكود وجربوا اللي بدكم اياه. طيب هسه خلينا نروح على اخر مفهوم بشكل سريع اللي هو الستاتيك الديفولت كونستراكتور اوفرلودنج، حكينا عن الميثود. طب الستاتيك فاريبل ايش المقصود بالستاتيك، سواء الستاتيك ميثود او ستاتيك فاريبل؟ متذكرين هان لما احنا كنا نيجي نحكي نستدعي كلاس الماث ما كنا نعمل منه اوبجكت زي السكانر مثلا، السكانر كنا نعمل منه اوبجكت صح؟ طب الماث ليش انا كنت اجي استدعيه مباشره زي هيك اسم الكلاس ضد اسم الميثود بدون ما اعمل اوبجكت؟ كيف يعني ميثود اصلا استاتيك على اساس سمح بالعمليه هاي؟ هذه اللي بنسميها ستاتيك ميثود، انه الميثود هاي داخل كلاس الماث معرف ستاتيك. شو يعني ستاتيك؟ انه ممكن توصل لها من دون ما تعمل اوبجكت من اليوزر. تمام، ممكن توصل لها من دون ما تعمل اوبجكت من اليوزر. طيب واذا عندي ستاتيك فاريبل شو يعني؟ ستاتيك فاريبل انه اذا غيرته انا مره واحده حيتغير على كل الاوبجكت الموجودين. يعني مثلا يعني مثلا انا هان جيت والله مثلا عند البنك نيم مثلا بدي اجي اكتب ستاتيك string bank name، هذا بدي اعرفه ايش ستاتيك.
وبدي اجي ممكن اعطيه قيمه مبدئيه فلسطين. تمام، هاي عرفتها ستاتيك. شو يعني ان عرفتها ستاتيك؟ لو جيت هنا على المين، ركزوا معي بس، انا هنا عندي ماشي عندي اكاونت، ممكن اجي اكتب اكاونت 1 دوت بنك نيم. تمام، واوصلها وبدي اجي اطبعها مثلا سيس اوت طيب فهي يعطيني اياها. طب لو جيت عملت اوبجكت ثاني، جيت عملت كمان اوبجكت، تمام، هي هنا اكونت 2 اكونت 2 وانا غيرت شو ما بدي. تمام، وجيت كمان مره طبعتها من الاكونت الثاني، هل حتكون نفس الشيء؟ هي نفس الشيء لكل الاوبجكت اللي بنشئهم. هي ستاتيك، ستاتيك بطلت تبعت الاوبجكت الاول او الاوبجكت الثاني، صارت لكل الاوبجكت المعمولين من الكلاس، هم نفس نفس المتغير ونفس التعريف. فبالتالي طلع هنا طبع لي فلسطين فلسطين. طب ممكن اوصلها بطريقه ثانيه، ايش هي؟ اللي هو زي الماث، شفتوا كيف اخذنا ماث؟ ممكن هاجي اكتب اكونت اسم الكلاس مباشره البنك نيم، برضه راح يتبع لي اياها. هاي اللي مش متوفره الا في ستاتيك فاريبل، يعني انا اكتب اسم الكلاس من دون ما انشئ اوبجكت واقول له مباشره طول لي اسم البنك نيم، هذه فقط للستاتيك فاريبل او الستاتيك ميثود. لو انا عندي ميثود اسمه ستاتيك ممكن اوصل له باسم الكلاس دوت الميثود هاي. يعني لو جيت هنا كمان عملت ستاتيك ميثود، بدي اسميها public static get bank name، طبعا هنا string بدها ترجع لي string get bank name، ما فيش عندي اي arguments، بس بدي اكتب له هنا return مش this، هنا ما بنفع استخدم this بنك، طلع ما طلعت معي بنك نيم، لازم استخدم ايش؟ يا اما الريتيرن، بدي استخدم بنك نيم، انه والله رجع لي البنك نيم. تمام، هسه هاي الميثود شايفينها سترينج بنك نيم، لو جيت هنا على المين ممكن اوصل لها من الاكونت هنا مباشره. يعني هنا اكتب دوت جيت باك نيم، شايفين طلعت معي، بينما ما راح باقي المتغيرات ما راح تبين معي، طلع هان بس البنك نيم وجيت بنك نيم. طب باقي المتغيرات اللي عرفتها انا النيم والاي دي، لا هذلاك لازم تعمل اوبجكت وتحدد ايش هم لكل الاوبجكت. هذول عامين، ممكن تستخدم الكلاس وتستدعيه، وممكن تستخدم اي اوبجكت هم نفسهم لكل الاوبجكت. يعني البنك نيم لو غيرتها مرة واحدة راح تتغير لكل الأوبجكت. تمام؟ يعني لو جيت أنا هنا مثلا حكيت مثلا change bank name، شايفين هنا جيت هنا void، لا هي string، هي static عفوا، هاي void، وهنا عندي change bank name، وجيت حكيت له هنا ما فيش فيها ريتيرن طبعا، بس جيت حكيت له انه البنك نيم يساوي القدس. تمام، انا عندي static dot change bank name. لو جيت هان عند مثلا account 1 dot change bank name، تمام، جيت على account 1 وحكيت له dot change bank name، شو اللي بده يصير عندي؟
عندي invalid name. فكمان مرة الستاتيك أنا هان لما غيرتها للأكاونت 1 اتغيرت عندي للأكاونت 1 و 2 كمان الأكاونت. ليش؟ لأن هي static. static يعني راح تتغير لكل الأوبجكت وللكلاس نفسه. لو ما عملته static هاي صح، هاي لو أنها مش static راح تتغير بس لأوبجكت 1 تمام؟ لو أنا جيت هان جربوها أنتوا في البيت، لو جيت هنا هذه شيت منها الستاتيك عملتها برايفت وهنا تشينج بانك نيم كمان ما هيش ستاتيك، التغيير فقط راح يكون للاكونت 1 مش الاكونت 2 لكن طالما هي ستاتيك راح تتغير لكل الاكونتس ولا الكلاس نفسه. لما يعني اجي اعمل هنا اكونت زي ما انتم شفتوا وين راحت اكونت جيت بانك نيم كمان راح تتغير.